ثمنت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب ما تحقق من منجزات لمملكة البحرين بفضل ما يليه جلالة الملك المفدى من دعم كبير ورعاية كريمة للسلطة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة الأمر الذي ترك أثره البالغ في تشكيل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في المملكة من خلال تبني المبادئ الرفيعة المعززة لدولة القانون والمؤسسات وبناء اسس دستوريه عصريه حضاريه انعكست على التعديلات الدستوريه المنبثقه من ميثاق العمل الوطني والتي دشنت عهدا جديدا من الاصلاح السياسي الباهر والحياه الديمقراطيه الحديثه. واكدت رئيسه مجلس النواب بمناسبه اليوم الدولي للديمقراطيه ان الحكومه الموقره برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كرست جل جهودها في سبيل تهيئه الاجواء لتنفيذ التوجيهات الملكيه الساميه وانجاح المشروع الاصلاحي والديمقراطي لجلاله عاهل البلاد المفدى كما اكدت معاليها ان المؤسسه التشريعيه تحرص كل الحرص على تطوير وتحسين القيم والمبادئ الديمقراطيه ولا تالو جهدا في سبيل تطوير المنظومه القانونيه والتشريعيه